ايوه اشمعنى انا بقى؟ انا في ايه هنا؟ طيب يا شيف بالعقل كده. انت يا حبيب قلبي بتلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي نصه بيلعب في المنتخب. انت فاهم المصيبه اللي احنا فيها؟ احنا ممكن نضرب منتخب كامل يا شريف، مصر يا شريف. انت عارف احنا ممكن نعدي مين؟ هو فبالعقل كده يا حبيب قلب امك، تعالى اتفلى بدل ما قبلنا يوصل ليفربول وفضحتنا تبقى بجلك. اشمعنى انا بقى؟ انا في ايه هنا؟ طيب يا شيف بالعقل كده. انت يا حبيب قلبي بتلعب في النادي الاهلي، انا خلاص يا جماعه عرفت من القاتل. قاتل ايه؟ بقول لك السلسله اتسرقت. ما يمكن يعني عشان القاتل ده سرق السلسله عشان يبقى قاتل متسلسل.